اجمعوا نوعان مميزان من الحلويات في آن واحد، وذلك من خلال صنع كاسترد كيك الشوكولا. إنه لذيذ جداً مع طبقة رقيقة من كيك الشوكولا في الأسفل وطبقة كريمية من الكاسترد في الأعلى. ولكن هذا ليس كل شيء، تسكب الشوكولا الداكنة المذابة على هاتين الطبقتين ويزينهما موس الشوكولا. سيأخذكم سوق الطبخ خطوة بخطوة لعمل كاسترد كيك الشوكولا اللذيذ. تعلموا عمل أنواع متنوعة من الكيك اللذيذ باستخدام مكونات الشوكولا فقط. كل ما تحتاجونه هو كيك الشوكولا العادي، كريم زبدة الشوكولا، غناش شوكولا، شرائح الشوكولا، الدوناتس، وأنواع متعددة من الشوكولا أيضاً. عناصر الشوكولا الجذابة هذه ستحول أي كيك من العادي إلى الرائع وفي غضون دقائق. انضموا إلى سوق الطبخ وسيرشدكم خطوة بخطوة لتزيين الكيك الغني بالشوكولا.
هل تعجزون عن الاختيار بين الشوكولا والفانيلا؟ اصنعوا كيك لوحي الشطرنج واجمعوا النكهتين سوياً. هذا الكيك يتألف من طبقات متناوبة من الشوكولا والفانيلا الطرية. يتم تجميده مع الكريمي المخفوق، ثم وضع شوكولا غناش وتزيينه بالمكرونز الجميلة. سيرشدكم سوق الطبخ خطوة بخطوة لعمل كيك لوحي الشطرنج اللذيذ هذا.
بالتأكيد سيتذكر ضيوفكم الباستا اللذيذة التي تقدمونها لهم. تعد سباجيتي باستا علامة مميزة للمطبخ الإيطالي، وتنتشر في الكثير من أصقاع العالم أيضاً. كل ما تحتاجونه هو مكونات بسيطة كالطماطم الكرزية وعيدان السباجيتي وزيت الزيتون والثوم. سيأخذكم سوق الطبخ خطوة بخطوة لتحضير سباجيتي الباستا بسهولة فائقة.